يا عمري التمرير يا مجنون، اقسم بالله كورنادو لما لعب في مركزه ادى اداء اسطوري. خير تخيلوا هذا اول لقب لروما بعد كل اللي سواه، هذا اول لقب. دقيقه اثنين تو قلنا بسم الله على طول جول. يا الهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم جماعة الخير؟ عساكم خير طيبين ان شاء الله، اقسم بالله جماعة الخير. شكرا من كل قلبي على الدعم الاسطوري، ما شاء الله تبارك الله، مرة من زمان مقطع ما يوصل يعني تفاعل اسطوري. شكرا اقسم بالله، الله يسعدكم على التفاعل وعلى الدعم على كل شيء. كل الواحد استمر بنزلكم مقاطع ان شاء الله، والله يسعدكم يا جماعة الخير باذن الله. مع دعمكم وتفاعلكم جماعة الخير راح نوصل اكثر واكثر ان شاء الله. يعني جماعة الخير تقريبا من كم، 5 شهور 6 شهور اخر مرة مقطع يعني وصل فوق 1000 مشاهدة، يعني الحمد لله يا رب. ان شاء الله مع دعمكم جماعة الخير نستمر. لا تنسوا اللايك والاشتراك والرسم بياس مقطع جديد وحساباتي تحت مطوي عليكم. الله يسعدكم على الاشتراكات والدعم والاشتراك حبيبي. يلا بسم الله اشوف مباراة، متحمس ايش بين نسيت. وعجمة الخير اليوم راح اشوف مباراة الاتحاد الفيحاء النهائي الاسطوري. اخي القهر اقسم بالله مقبول، نهائي اسطوري مين؟ الاتحاد الفيحاء خربوا عين الفيحاء، والله خربوا. ولكن نهائي اسطوري بيكون الاتحاد مع هلال. والله جماعة الخير بسم الله خلينا نشوف مباراة، والله متحمس المباراة. يو يا تيفو يا اخي، مشوف كأنه حرس الفيحاء والله، ما اخي بس حرس الفيحاء باذن الله، انه الاتحاد بيجي لك باذن الله يا حبيب فلدمير. اخ بس والله فريق تعبان قدام هلال، ما عندهم الا بس دفاع يا حبيبي. شوف ايش بسوي قدام الاتحاد، قروهي، حمد الله، حجازي، عبود، تشكيله اسطوريه. يلا يا رب متحمس شوف المباراه، يلا يا رب نكون مباراة اسطورية. مع اني متأكد الاتحاد راح ياكلوهم اكل. كورنادو، طارق عبد الله، حلوة، روما، حمد الله، حلوة، والله بدأت هدف، والله دقيقة اثنين تو قلنا بسم الله على طول جول. يا الهي ما عندهم هذا الشيء اللي كان ناقصه هلال. والله لو جاب هدف واحد بس بدأت المباراة كان قفع المباراة خلاص، ما يقدروا يقفلوا. شوف كيف على طول والحطة، يا عيني يا حمد الله، يا عيني مو طبيعي. شوف يا ساتر، الحارس الكلب ليش ما استقعد له؟ يا الله والله ما توقعت انه هذا بزي كذا بداية المباراة بيكون. شوف يا حبيبي، شوف يا الله، شوف روما، حلوة دي روما. سكوفيتش يا حبيبي وروني كيف تدافعه، نهاية ايش بتسوي؟ يلا خلينا نشوف، اتمنى نشوف فرص يعني كثير للاتحاد الفيحاء، مو يكون بس الاتحاد. ان شاء الله تكون مباراة اسطورية عشان نزل المقطع، ما يكون مباراة تعبان جبل النوم. اوف 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 اوف، كسر راسه، حلوة، زقعان زكريا شكله اثبت نفسه ما شاء الله. عاد صح في المقطع اللي راح، اذكر ربك يا اخي ما شاء الله. بس باذن الله اذا كان اسطورة زي سعود الحميد باذن الله نخطف منكم. والله حلوة، يعني يا قروي، يعني يا اخي قروي مو شيء غريب عليه مرة ما شاء الله، ما يحتاج. هي حلوة بس ما كان في الزاوية 90، والله كان 90 صعبة حتكون. اوف 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 اوف، بيكسر حمد الله عشان يرتاحوا منه. بس والله عجبني حمد الله في الانهاء، والله هدف مرة حلو. ايه زكريا اعطيها كعب وحركات بعدين تندم على الفرصة اللي تضيع. هذا حلو يا قروه يا مجنون، يا اخي قروه يا اخي اقسم بالله اسطورة من بعد الله. لو قروه ما تصاب وحارسهم ذاك المسكين اللي لعب ضدنا قدام الهلال في الدوري كان اقسم بالله الاتحاد بالدوري والله. بس الحمد لله تصاب حجازي وقروهي وانفتح الملعب يا حبيبي. ايش بو ذا، والله حقه ينبسط حقه. اوف اوف اوف، والله ما في الا تكسير، والله 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 ولا الخش، والله مره خش بقوه. اصفر ليه؟
والله مرة قوية هذه. خش كذا عليه بينهي مسيرته. ما شاء الله قام صلاة على النبي. شكله فيها كرت ثاني كمان. والله هذه قوية. هذا كسر رجوله كذا مرة. اوف 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 والله فيها كرت ثاني زي ما توقعت. احمر خلاص انتهت المباراة. انتهت المباراة يا حبيبي. كرت احمر بدأت المباراة دي 25 مرة بدري. اوه ده لعبهم شو اسمه يا ربي سلطان مندش. روما 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 يا ناس روما روما اقسم بالله اسطورة صراحة. اني انا اتمنى اصلا اكيد اتمنى الاتحاد يفوز لكن روما الحمد لله لا مو روما الحمد لله وين دخل روما وقروهي وحجازي ذولا كثير تعبوا مع الاتحاد والله كثير خاصة المرحلة ما شاء الله. لعب الفريق لعب وظبط لهم هو وحمد الله. يا ساتر يا حارس يا نشبة كيف صدها يا الله. شوف كيف حمد الله خدها كيف ضاع الدي. فول 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 هذا صد كل شيء. هذا الثاني الحين عمي ذا شايب كيف كيف كده صد. خرب بيت والله قوي الكلب والله قوي. اوه شيخ اوف 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 ايش بوذا ما حد عاجبك انت ولا عبود. يوه ثلاث اهداف ضاعت للاتحاد الحين. هذه خلاص كانت تكل لروما. يا الهي هذه خطيرة. الله ما عندك احد. حجازي قدر على كريستيانو ما قدر على ذا لعبت فيحاء بالراحة. ايزي روما 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 اقول لك بروما انت الكلام روما خلاص. اوه تسلوا يا اخي هدف كان حلو يا اخي روما خلاص اللاعب انا احترمته غصب عنك تحترمه. انا وكلو اللاعب عادي والله لاعب اسطوري 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 ما شاء الله اثبت نفسه. سبحان الله تاليسكا روما كورنادو ادواردو كلهم اساطير. يجيك بريرا مقلب اخ بس مقلب وكلنا الحمد لله. يا عمري التمريره يا مجنون اقسم بالله. كورنادو كورنادو لما لعب في مركزه ادى اداء اسطوري. شوف يا حبيبي شوف بلنتي يا عيني بلنتي ده لا والله بلنتي ما مثل. روما يسجل ولا سجل اوف العبود. روما الحمد لله لحين يقعد يستهبل ويسوي له سحر مدري ايش وضيعها. والله ضيعها والله ضيعها. ياخذ الحارس مو طبيعي. اي بلنتي على يسجله احد شوت عليه يبغى يضيع كيف يضيع كيف. حق سالم كمان قهرني. حارس كريه والله كريه. احسن والله احسن واضح بشخصنها معاه مره. شوف ثاني الحين يا حبيبي حلوه كورنادو حلوه والله. يا عبري يا عبري احسن احسن احسن. القم القم ان شاء الله ما تقوم. يا عيل يا عيل شوف شوف مو مصدق انه جات هدف طاح فجاه لقى هدف. يا عمري هذا حظ اسطوري. شوف شوف جات كذا في راسه طاح لقيها هدف راح احتفل. تلاقيه كان يحتفل قصدي يبغى بلنتي. شوف شوف والله شوف كيف طاح متكي يبغى بلنتي فجاه جات كره هدف. قال يلا بسم الله خليه يحتفل. احسن ابله ما سوي شيء يا اخي. المعلق يرحم امك وين المعلقين يا اخي مع احترامي والله بس في صوت كثير احسن فارس عوض اسمه ذاك العتيبي. يا عيني ابو نوران ذا ولا مين اثنين كمان يا مجنون روما. اوف بلنتي ذا ولا ايش كمان والله كانه بلنتي والله دفه. لكن يمكن يعني عادي كلهم تدخلوا. ما عليه ما عليه عبود.
ضيعت بلنتي تطلع على طول ما يحتاج. مندش كمان طلع كمارة يو ما في احد مركز صح. خلاص من اليوم رايح اي واحد يلعب ضد الاتحاد قصدي ضد الفيحان هجعه اي واحد. حلوة برونو والله يستاهل حمد الله ما شاء الله. عيني عيني حمد الله افضل لاعب والله عريس. اخذ كاسين كمان الهداف افضل لاعب في البطولة. يعني يعني حجازي اسطورة اسطورة في المراحل اخيرا انك فرح ما شاء الله. والله يستاهل اقسم بالله ما تستاهلوا دائما هذا حارس القم القم والله تستاهل القم. كلنا نقول لهم هارد لك الا الحارس كذا هنا احسن. ايوه يفرح افرح افرح فضي يفرح ما تخير. تخيلوا هذا اول لقب لروما بعد كل اللي سواه هذا اول لقب وايش كمان كاس السوبر مو دوري. والله لاعب اسطوره يستاهل بطولات اكثر. كافح كثير تعب اوه هذا الصور راح تقهر كثير والله راح تقهر كثير. يا حمد الله يلا يا الحاجز اقسم بالله ذا الحاجز محظوظين فيه والمر الحالي فريق يستاهل والله. مبروك الاتحاد اخيرا في الاتحاد يفرح اخيرا والله من زمان اللي اتمنى والله دوري الاتحاد دوري اللي راح كنت اتمنى الاتحاد يفوز. شيل يا طويل العمر شيل يا عيني يا حجازي يا عيني الله اخيرا شوف فريق جديد احتفل يا اخي والله يستاهل والله. مبروك مبروك والله مبروك الاتحاد مبروك يا عيني يا عيني عاد مبروك جماعه الخير اقسم بالله يستاهل الاتحاد مبروك ما شاء الله جسمه جدعاني ومدلة راحوا الاتحاد هي جاب بطوله على طول خاصه مدلة ما شاء الله تبارك الله ما غير جمع بطولات راح التعاون جاب بطوله راح الهلال جاب بطوله راح الاتحاد جاب بطوله ما شاء الله. والجدعاني برضه نفس الشيء بس الجدعاني كان بس يتوقع في الهلال ودحين الاتحاد يعني ما شاء الله خير سبحان الله خير له يمكن مدلة انه يروح الاتحاد عشان يجيب بطوله. دايما تخيتر والله اللايكات والاشتراكات ما راح تطلع حتى مشالات ما تطلع لي اي شيء ولا ريال واحد نص ما تطلع لي يعني بس هذا دعم لي عشان اتحمس حبيبي وانزل لك مقاطع اكثر ان شاء الله. وبس اذا حاب نستمر يا حبيبي حط لايك واشتراك هو اللي راح يحمسني. وبس الله يسعدكم مبروك الاتحاد وهارد لك فيحاء اتمنى لكم مقطع جماعة خير لا تنسوا اللايك والاشتراك والاستنباس مقطع جديد وحساباتي تحت الله يسعدكم ان شاء الله يا رب المقطع ده يوصل نفس ما وصل قبل واحسن ان شاء الله يا رب باذن الله. عليكم استمر جماعة خير.